مشاهدي لو سي تي في، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده برنامجكم بطوله برو على موقع لو سي تي في. بطوله برو برنامج اللي كما عودناكم كنرجعوا من خلاله لتحليل نتائج مباريات القسم الوطني الاول من البطوله الاحترافيه، بالاضافه الى الحديث على ابرز مباريات سواء الدوليه او القاريه. مشاهدينا اليوم بالاضافه الى الحديث على نتائج الجوله 13 نتكلموا كذلك على مشاركه الانديه المغربيه في الاستحقاقات الافريقيه. وللحديث على هذه الامور غادي يرافقني اليوم نجم صنع الاسم ديالو باحرف من ذهب في سجل الكره المغربيه، سبق لي جاور ابرز انديه المغربيه الرجاء الجيش والوداد البيضاوي. الضيف ديالي في هذه الحلقه اللاعب الدولي سعيد فتاح. سي سعيد مرحبا بك. مرحبا بك الاخ ايوب، تنشكرك على هذه الاستضافه هذه وتنشكر الطاقم التقني الاتصال على هذا البرنامج. مشاهدينا قبل ما نبداو الحلقه باسمي وباسم طاقم لو سي تي في كنتقدموا البيت الرجاوي احر التعازي في فقدان قدم مسيري الرجاء البيضاوي سي رشيد البوصيري. سي سعيد كنعرفوك عاشرتي داك السيد، شي كلمه في حق رشيد البوصيري. اولا كيسمعنا الخبر ديال وفاه السي رشيد البوصيري، في الصراحه خبر كان صدمه على جميع مكونات الفريق الرجاء البيضاوي ولا الجماهير المغربيه. يعني انسان اللي عطى الشيء الكثير، انسان كان تخدم في الخفاء، انسان اللي كبرنا معاه من الصغر ديالنا، يعني كبرنا قدامه، جميع اللاعبين كان تعاملنا بحال الاب ديالو بحال الاخ ديالو. فمن هذا المنبر تنتمنى ليه الرحمات عند الله سبحانه وتعالى والصبر للعائله ديالو. ان لله وانا اليه راجعون، كنتمناو الصبر، قدموا احب تعازي للعائله الصغرى والعائله الكبرى ديالو. بدايه نبداو بدوري ابطال افريقيا ومشاركة الأندية المغربية. الوداد البيضاوي ينهزم بثلاث أهداف مقابل واحد، تأهلوا بصعوبة للدور الموالي. بصراحة يعني كيف كل شيء تعرف فريق الوداد البيضاوي يعني فريق كبير، يعني عنده تجربة في هذه الإقصائية ديال عصبة الأبطال. فبعد العودة ديال المدرب يعني الفوزي البنزرتي، يعني رجع التوهج ديال فريق الوداد البيضاوي، يعني كل شيء تعرف الطريقة المعاملة ديال الفوزي البنزرتي، يعني هادشي ما تيكونش غريب على الفريق الوداد البيضاوي. بالنسبه للمقابله ديال الاياب، يعني واخا نهزم بها بثلاث اهداف لواحد، يعني المباراه يعني كاين بزاف ديال العوامل في هذه المباراه، يعني ارضيه الملعب، لا الجمهور، لا بعض الغيابات اللي كانوا، طقوس افريقيا. وتنتمنى ان في المقابله الجايه يكون مستعد ما فيه الكفايه، لانه عودنا انه فاز باللقب وفريق كبير، وتنتمنى ليه التوفيق. اتحاد طنجة رغم الفوز ديالو على شباب الثورة يقصى من دوري ابطال افريقيا. وبالنسبة لفريق اتحاد طنجة، يعني فريق ممتاز، يعني تنظن ان التجربة ديالو في طقوس افريقيا ما ساعدتوش، لان اول مرة تنظن تشارك في دوري ابطال افريقيا. يعني تنتمنى انه في حال هاد الفرق يعني تكون لاعب على هاد المسابقات، يعني تجذب لاعبين يكونوا ممتازين، لاعبين اللي يعطيو الاضافه. وتنتمنى ان شاء الله انه في مسابقات جايه انها تكون محسن ان شاء الله. ندوزو لكاس كاف دابا سي سعيد. الرجاء ينهزم سيرك المبيري الكابوني بهدف دون مقابل. يعني فريق الرجاء البيضاوي كما قلت لك، يعني فريق الرجاء فريق كبير، يعني وحسم مباراه في الذهب، يعني فاز بخمسه اهداف لصفر. يعني في مباراه الاياب يعني كانوا عدة عوامل، أولا يعني تغيير بعض اللاعبين، يعني كما تنقولوا حنا فتكون منتصر بحصة يعني أكثر من الهدف أو هدفين، يعني أنك تمشي تلعب مرتاح. وخا مشاو لعبوا مقابلة جيدة، نهزموا بواحد لصفر، يعني تنتمنى اليوم تاهما كما قلت على الفرق السابقة التوفيق في هذه المسابقات عصبة الأبطال. يعني فريق الرجاء البيضاوي تيبقى فريق كبير، لا بالجماهير ديالو لا باللاعبين ديالو. وتنتمنى ان شاء الله في المقابله الجايه اللي تكون عندهم يمكن مع فريق نجم الساحل في كاس العرب، يعني مقابله ما تكون سهله بحكم يعني الديربيات الديربي المغاربي ما بين تونس والمغرب. وتنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. نهضه بركان يفوز على الاتحاد الليبي بهدف للصفر، والنقطه تحسب نهضه بركان حديث العهد في المسابقه الافريقيه، فاز على الاتحاد الليبي ذهابا وايابا. يعني نهضة بركان يعني فريق يعني هذا الموسم اللي فاز بصم على موسم جيد، يعني فاز بكأس العرش، يعني عنده لاعبين ممتازين. يعني هذه المقابلة الأخيرة يعني واخا
فاز يعني بهدف لصفر مع الاتحاد الليبي، يعني ضمن التأهل. وكما قلت انه المقابلات الجايه ان شاء الله تنتمنى لي حتى هو باش يكون احسن. ومنير جعواني يقوم بعمل كبير في نادي تبارك. طبيعي الحال يعني منير جعواني بعد مسك زمام الامور ديال الفريق نادي تبارك، فانه عطى الاضافه بجد ديالو وديال اللاعبين اللي تعاونوه. تنتمنى ليه حتى هو التوفيق، اطار وطني كفء تخدم بصمت، وتا اللاعبين فاش يكون عندهم مدرب تيثيقوا فيه حتى هما بزمنهم تيعطيو الاضافه. حسن اكادير تنهزم بهدف لصفر امام جينيراسيون فوت سنغالي وتضمن التاهل نظرا للنتيجه الذهاب فازت بهدف النصر. وبالنسبه لحسنيه اكادير تا هو حسنيه اكادير فعودنا في هذه السنين الاخيره يعني فريق ممتاز، فريق تيضرب له حساب يعني بمجموعه ديالو باللاعبين بالمدرب اللي عطاته واحد الاضافه لفريق حسنيه اكادير. يعني واخا نهزم المباراه الاخيره يعني ضمن التاهل ديالو في مقابله الذهاب يعني فاز باصابتين لصفر، تنتمنى حتى هو التوفيق. سعيدا انقفلوا قوس مشاركه الانديه المغربيه في استحقاقات افريقيه ونمروا البطوله المغربيه. البطوله المغربيه الدوره 13 عرفت مجموعه من النتائج. دفاع حسني الجديدي يفوز على شباب ريف حسيمي بهدف لصفر. بالنسبه للدفاع الحسني الجديد يعني مؤخرا يعني ما عودناش بهذاك الفريق اللي كنا تنشوفوه مع المدرب السي طالب. يعني فريق الدفاع الحسني الجديد فريق كبير باللاعبين ديالو بالجمهور ديالو، كان تيخلق متاعب الانديه الكبيره. فبهذه المناسبه يعني تنتمنى ليه حتى هو التوفيق لانه فريق كبير، عودنا دائما على مباراة جميلة. يعني هذا الانتصار الاخير غادي يعطيه واحد الاضافة واحد الشحنة لأول اللاعبين باش يكونوا في مستوى المقابلات الجاية. يوسف ياش برشيد قدر نقولوا ظاهرة هذا الموسم يفوز على كوكا مراكوشي بهدفين لصفر. بطبيعة الحال فيوسف ياش برشيد انا كنت مع فريق وداد تمارا يعني الموسم اللي فات، يعني فريق جيد، لاعبين ممتازين، مدرب لي كفء لي غني عن كل التعريف في سعيد الصديقي. يعني هذا الموسم ظهر بواحد المستوى لي جميل، تيلعب كره حديثه، فريق لي تضرب لي الف حساب. تتمنى يعني في الشطر الثاني من البطوله الوطنيه يبقى في نفس المستوى اللي ظهر عليه، وتنتمنى ليه التوفيق ان شاء الله. الفتح الرباطي يزيد من متاعب اولمبيك خريبكاوي يفوز عليه بهدفين لهدف. وبالنسبه للفريق فتح الرباطي يعني فريق تا هو فريق اللي فريق جيد، عودنا السنين الاخيره لانه تا هو كان من احسن الفرق الوطنيه مع المدرب السي وليد الكراكي. مؤخرا عنده تذبذب في النتائج ديالو، مره يفوز مره ينهزم. هذا ما تيمنعش ان فريق الفتح البيضاوي فريق ضعيف، بالعكس فهو فريق قوي، عنده لاعبين شباب. بعد نظر بغض النظر على اللاعبين اللي كانوا تيمارسوا فيه اللي كانوا تيعطوا الاضافه كمثل باطناك سعدان فوزير، كانوا لاعبين اللي تيزيدوا بالفريق الامام. يعني خليوا هاد الشباب عطيهم الثقه باش ان شاء الله من هنا يعني موسم او موسمين تلقى فريق الفتح الرباطي انه فريق قوي ومتماسك. سريع وتزم يتعادل امام الجيش الملكي بهدف مثله. وبالنسبه لهذا الفريق الجيش الملكي ففريق الجيش الملكي فريق كبير، يعني منذ التحاق السي بوهلال يعني فهو تيحصد على نتائج ايجابيه. يعني فاز في المباراه ديال الديربي امام فريق الفتح البيضاوي وفتح الرباطي، والتعادل امام سريع واتزم. فتنتمنى من الجماهير فريق الجيش الملكي تساند هذا الفريق لانه فريق كبير، يصبروا عليه شويه وان شاء الله فريق الجيش الملكي غادي يرجع للتوهج ديالو ان شاء الله. يوم امس اجرى اجراء مجموعه من المباريات المؤجله يوسفيه برشيد والرجاء البيضاوي. الرجاء البيضاوي يحقق الفوز على يوسفيه برشيد في مباراه صعبه وانتصار صعب للرجاء البيضاوي. في الصراحه انا شاهدت هذه المقابله، يعني مقابله ما كانت سهله لفريق الرجاء البيضاوي اللي فريق كبير. بالنسبه للفريق يوسفيه برشيد فانه هذه السنه تيظهر بواحد الوجه اللي مشرف ووجه جيد، وتلاحظنا حتى لعب مقابلات كبيره مع الفرق الكبيره، لا مع فريق الوداد البيضاوي، لا مع فريق المغرب التطواني، لا مع فريق اتحاد طنجه. يعني تنتمنى انه يكمل على هذا المسار.
بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي فكما تعرف الجميع فهو يعني متوج مؤخرا بكاس الكاف، عنده معنويات مرتفعه، يعني فاز في عده مقابلات، يعني وتنتمنى ليه حتى هو التوفيق في كاس العرب اللي عنده، وتنتمنى من الجماهير اللي تتساندوا باش تجي تعاون فريق الرجاء البيضاوي لانه فريق كبير. مؤجل اخر اجري يوم امس الوداد الرياضي وحسنيه اكادير، الوداد الرياضي يفوز على حسنيه اكادير وطبيعه الحال فانا شفت هذه المقابله تاع الفريق الوداد البيضاوي وفريق حسنيه اكادير، لان ما كانتش مباراه سهله، فالفريقين قدموا بجوج مقابله جيده. يعني بالنسبه للفريق الوداد البيضاوي برجوع المدرب فوزيل بن زرتي، فان شفنا طريقه اللعب فريق الوداد البيضاوي تبدلات، ولا كل لاعب تيعطي كل ما عنده، لانه سي فوزيل بن زرتي معروف بالانضباط ديالو، ويعني المقابله كما قلت لك فمقابله كانت جيده. لا فريق حسنيه اكادير اللي قدم مستوى جيد في الشوط الاول وحتى في الشوط الثاني، يعني الحمد لله شفنا مقابله اللي جميله وانتهت بجوج اصابات لهدف واحد. خاصه ان مباراه اليوم امس كانت كتجمع بين المتصدرين الوداد وحسنيه اكادير. بطبيعه الحال كما قلت لك كما قلتي فمقابله ديال 6 نقاط، يعني ففريق الوداد ديالو ما تيحتمش لانه ينهزم على الارض ديالو، وحسنيه اكادير هي جايه للمدينه الدار البيضاء باش تحصل على واحد النتيجه ايجابيه، فهذه مقابله تكون صعبه. يعني هما فريقين جوج داروا مقابله جميله، والفريق اللي تيكون مستعد جيد راه هو اللي تيفوز في المقابلات الكبيره. مشاهدينا الكرام خليكم مع نتائج الدوره الثالثه عشر. سعيد، الى هنا وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا. جماهير المغربيه ولا جماهير الكره ولا متتبعي الكره المغربيه عامه، باغي نعرفوا سعيد فتاح فين غدر، فين كيلعب دابا اكشوالمون، اش كيدير سعيد فتاح؟ وبالنسبه لسعيد فتاح فهو ما غبرش، فسعيد فتاح مؤخرا كنت محترف بالدوري العماني، يلا ساليت العقد ديالي معهم، فدخلت انا عندي تراجع عده عقود عندي، تنتمنى ان شاء الله باش يوفقني الله باش نلتحق بشي فريق على حسب الامكانيات ديالي والامكانيات ديال الفريق، وتنتمنى للشعب المغربي سنه سعيده وكل عام ويكونوا بخير. شكرا سي سعيد على قبول الدعوه. شكرا الاخ ايوب، شكرا للطاقم التقني اللي صار على هذا البرنامج، وتنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. مشاهدينا الكرام الى هنا وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، كنضربوا لكم موعد في الحلقه القادمه ان شاء الله.